أنغام وأحمد عز. تجوزتي قد إيه؟ 17 يوم. إن أنا أصريت على الانفصال. جوازة في الوسط الفني استمرت 24 ساعة بس. في الفيديو ده هنحكي لكم عن أسرع الطلقات اللي حصلت بين الفنانين. أول وأسرع جوازة انتهت في الوسط الفني معنا النهاردة هي جوازة رشدي أباظة وصباح، اتجوزوا بالليل وطلقها تاني يوم على طول. أما الجوازة التانية فهي مي سليم والفنان وليد فواز، اتفاجئنا أنهم اتجوزوا سنة 2018 واتطلقوا بعد 10 أيام بس. اتطلقوا وهم في شهر العسل، وقالت مي سليم وقتها إن أنا أصريت على الانفصال، إن الجوازة كانت غلط وتسرع. ووسط صدمة جمهور الاتنين ولحد النهاردة محدش يعرف إيه سبب الطلاق اللي حصل بعد 10 أيام بس. أما الجوازة الجاية فهي تقريباً ما حصلتش، وهتكون من نصيب الفنانة ناهد السباعي اللي قبل كتب كتابها بساعتين شافت أخوها الميت في المنام وقال لها ما تتجوزيهوش، وفعلاً لغت الفرح وكتب الكتاب قبلها بساعتين بس. والفنانة إيناس النجار كمان جوازتها من رجل أعمال اسمه محمد محفوظ ما استمرتش إلا شهر واحد بس، وكان السبب إن جوزها بيتدخل في شغلها وعايزها تسيب التمثيل. أمال هو كان متجوزها إيه من الأول؟ راقصة باليه؟ ورغم قصة الحب الكبيرة بين أحمد فلوكس وهنا شيحة إلا إن جوازتهم ما استمرتش غير 9 شهور بس، والسبب ما قالوش عنه، وحكوا بس إنه بسبب اختلاف وجهات النظر رغم إنهم كانوا من أجمل وأشهر الكابلز في الوسط الفني في الفترة دي. أما الفنانة ياسمين كساب فجوازتها كانت غريبة شوية، اتجوزت جراح روسي الجنسية أشهر إسلامه علشان يتجوزها، لكن الجوازة ما استمرتش إلا 3 شهور بس. أما الجوازة الأغرب من بينهم كلهم جوازة أحمد رمزي ونجوى فؤاد، اتجوزوا 18 يوم بس، وسافرت نجوى فؤاد ولما رجعت اكتشفت إنه رجع لمراته وبنته، وقالت في لقاء قبل كده إنها شافت إنه الأحسن إنه يرجع لهم، قال لي أنا ما بقدرش أبعد عن بكينا، وإن هما لسه في بداية الجواز وسهل ينفصلوا ومحدش يكون زعلان. وفعلا سابته يرجع لمراته وبنته واتطلقوا. الفنانة علا رامي والمطرب أبو الليف انفصلوا بسبب إنه مش عايز يحلق دقنه، وده التصريح اللي قاله أبو الليف عن سبب طلاقه من علا رامي، إنها طلبت منه يحلق دقنه ولما رفض طلبها انفصلوا. فاجئ الفنان محمد منير الكل في سنة 2014 بإعلان جوازه من داليا محمد يوسف واللي بيرجع أصلها للنوبة، وبعد 50 يوم بس أعلن منير انفصاله عنها عشان يكمل حياته لوحده من غير جواز لحد دلوقتي. طب تعرفوا إن في جوازة حصلت بسبب الملل؟ الفنانة العالمية بريتني سبيرز حست بالملل وقت وجودها في ولاية لوس أنجلوس سنة 2003، وطبعا اللي بيحس بالملل بيعمل إيه؟ أيوة زي ما جه في بالكم، اتجوزت. بعتت طيارة خاصة علشان تجيب جيسون ألكسندر صديق طفولتها، ولما وصل اقترحت عليه إنهم يتجوزوا وفعلا وافق، واستمر جواز بريتني سبيرز وجيسون ألكسندر 55 ساعة بس قبل ما يتفقوا على الطلاق. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تتابعونا على نجوم الفن.